كمال. كمال؟ كمال مين؟ كمال اللي خميس قال الأستاذ عليا. أستاذ مين؟ الأستاذ بتاعكم الأفندي يعني. قصدك لوسطة. لوسطة؟ أيوة لوسطة. اتفضل. أمال بسلامته فين حضرتك اللي هديله الدرس؟ همدحهولك حالا. اتفضل. واد يا مجدي. أيوة يا ماما. تعالى عشان المدرس بتاعك جه وليه مش عايزين زحلقين. تعالى يا مقصوص الرقبة. لا مؤاخذة يا حضرت، أصله ليه متحبة؟ لا أبدا، كلنا كنا لمضين واحنا صغيرين. ازيك يا حبيبي؟ حبيبك؟ انت تعرفني عشان تقول يا حبيبي؟ الله يجازي شطار. طيب روح هات الكراريس بتاعتك. ما شاء الله عنده صياعه مبكره. بقول لك ايه يا حضر؟ نعم. ابو مجدي كان قال اتفق مع المدرس. والله يا فندم مفيش فرق اللي تدفعوه يعني. لا احنا نحب نتفق عشان اللي اوله شرط اخره نور. طيب جنيه في الحصه كويس؟ جنيه ده ايه؟ ده بيقولوا عليك لسه تلميذ ولا انت مدرس ولا حاجه. هنديك 35 قرش. احنا بنبيع كرومب. والله بين البيع والشريف تحلى. الو منك اقول لا والارزاع على الله. 35 قرش ده ايه؟ طب انا بقى بالعندي فيك حق. ايه؟ انا موافق يا ست. خلاص وانا عايزه الواد ينجح. واحد الله ما ينجح لك مخصوص. هات الكتب بتاعتك تعال. اقعد يا مجدي. لا هاخد الدرس وانا واقف. اقعد بقى. لا اديك في خلقتك بقى. خلق مين يابا؟ ده انا باكلك عيش. طب اقعد. اقعد انت في سنه ايه يا مجدي؟ في السنه اللي انا فيها. يا ابني ما تتعبش قلب، انا مش ناقصك. في سنه خمسه ابتدائي؟ لا هندسه، كليه الهندسه. بتكلم عادل يا واد. عامل لك ايه؟ ايوه في خمسه ابتدائي. اللهم طولك اروح. ومين سمعك؟ وبتاخدوا ايه يا مجدي؟ بناخد اللي في الكتب. امال مقطعه كده ليه؟ امال حلف السندوتشات في ايه؟ يا رب يا هادي يا هادي. الدرس الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مش دي شقه عبد الصمد افندي المحضر؟ لا دي الشقه اللي فوقينا. لا مؤاخذه. لا مفيش حاجه. انا شفت الجدع ده فين قبل كده يا انهار. ايوه. ابوك هنا؟ لا مش موجود، ده في الشغل. ما انا عارف. خدي. ايه ده؟ الظرف ده بتاع ابوكي. حطهوله تحت المخده بتاعته لحد ما يجي. الظرف ايه ده؟ مالكيش دعوه، ابوكي قال لي كده. حاضر. يلا. انت متاكد؟ ايه اللي متاكد؟ ده هراني رشوه. عبد الصمد ده سعاده الوكيل. ما بيشبعش ابدا. ده عاملها فرد عليا. النهارده قبض 100 جنيه. خدت نمارهم اهم. عمل لي شغلانته. قال ايه؟ عشان يزحلق لي القضايا. اتفضل يا مدير. الخدمه اهو. عدم المؤاخذه. انا حصدر امر بالتفتيش. ساتر يا رب. ده مين اللي بيرزع ده؟ طيب ايه ده؟ قلنا امر بالتفتيش. تفتيش؟ تفتيش ليه لا سمح الله؟ في اخباريه بان انا بتاجر في المخدرات؟ في اخباريه رشوه يا عبد الصمد. رشوه؟ لا اتفضلوا فتشوا زي ما انتم عايزين. انا 27 سنه محضر ما مديتش ايدي وخدت سجاره من حد وجاي تقول لي رشوه؟ تمام يا فندم. لقينا الظرف ده تحت المخدة. ظرف؟ ظرف ايه؟ ظرف مقفول فيه 100 جنيه وارقامه مطابقه لارقام المبلغ عنك يا عبد الصمد افندي. الظرف ده انا ما اعرفش عنه حاجه ابدا.
دي اول مره اشوفه فيها. مين اللي جابه هنا؟ بابا ده واحد جابه لحضرتك وانا نسيت اقول لك. الكلام ده بنسمعه كتير يا عبد الصمد افندي. فضل معانا. انا بريء يا حارس الظابط، ما اعرفش حاجه، ماليش دعوه بالحاجات دي ابدا. هدوء. لا 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 انا بريء يا عالم. انا بريء يا جماعه. خد يا مبني حل 17 مسألة دول. اشرب يا عم شاي محترم بالنعناع، ما بتلاقيهوش في بيتكم. يعني لسه معاك بتعلمه؟ لا ما اصل بيحل الواجب. طب ما بتكلموش ليه؟ هكلمه ازاي بس مش لما يحل الواجب؟ يلا مبني بسرعة. طب بقول لك ايه؟ ايوه. وحياة ابوك ادم قاعد فاضي، خد اشل شوية الكوسة دول. نعم. اصل ابو مجدي زمانه جاي وما لقاش الاكل خالص بيبهدلني. طب ما خدك الغسيل فمين احسن. انا مال انا ومال ابو مجدي، ان شاء الله عنه ما جه ولا كل. مدرس انا ولا مرمطون؟ مرمطون ده ايه؟ احنا عاطينك بالساعه وانت فاضي في اثناء الساعه. تقومي تشغليني في تقشير الكوسه؟ على الاقل حاجه تعرف تعملها. يعني ايه؟ يعني بالعربي الواد بيشتكي منك، بيقول انك ما تعرفش تعلمه حاجه، بس فرحت لها بال 35 قرش في الساعه. اعوذ بالله من الواد، مش عايز حاجه منكم يا ست. سلام عليكم. رايح في داهيه، داهيه تاخدك انت وامك. انا هشرب كوسه واحكي لكم بقى المره الجايه. الباب من ايه؟ كمال. كمال. نوره. ازيك يا كمال؟ انا سالت عليك الجيران اللي تحتيكم، قالوا لي انك انت هنا. انت ما بتجيش الكليه ليه يا كمال؟ لما البوليس يجي يقبض عليا جوه الكليه، الجامعه هتسكت؟ طبعا هيرفدوني، انا بقى رفدت روحي. معلش يا كمال، كل حاجه هتتصلح. ليك عندي ايه؟ ايه يا ضد؟ يلا امشي. ليك عندي اجيب لك بابا لحد عندك يصالحك ويصالح باباك، وبابا بقى حاجه تانية خالص يا كمال صدقني. بس كمال، بس كمال، بس كمال، ابوك قبضوا عليه. ابويا؟ جم فتشوا البيت وطلعوا فلوس رشوه وسحبوها على القسم. رشوه؟ انا ابويا مرتشي، مش ممكن ابويا يعمل كده. اهدى كمال اهدى. اهدى ازاي؟ ابويا في السن ده ويتبهدل يا جدعان. مفيش احسن من الشغل الحر، لا حد يقول لك رشوه ولا يحزنون، ربنا يخلي لنا السباكه. اتنيل على عينك. احكي لنا ايه الحكايه بالظبط يا نهار؟ معرفش، عمتي سالت في القسم قالوا لها اللي قبضوا عليه واللي بلغ عنه واحد اسمه حلاوه العنتابي. ما اعرفش حاجه ابدا يا كمال، والله العظيم ما اعرف حاجه يا كمال. ده لازم اعرف ان واحده ابوها بالشكل ده ما يجيش منها غير البلاوي. كمال ما اعرفش حاجه. اتفضل امشي. لو ما كنتش واحده ست كنت عرفت اتعامل معاك كويس. يلا. يلا بينا على القسم، يلا بينا. خليك انت يا دنداني. لاخر الزمن نترمي مع الحراميه والنشالين. حقك عليا يا بابا، كل اللي حصل لك ده من تحت راسنا، انا هعرف انتقم منه كويس. لا يا ابني مالكش دعوه انت بيه، ابعد عنه. ده ضيعنا انا، انت اخواتك محتاجين لك. ما تشيلش هم، انا هقوم لك اكبر محامي وهتطلع منها باذن الله. اتفضل يا عبد الصمد افندي، لقمه كده على قد الحال. كفتك. كتر خيرك يا انهار. شد وتزول يا عبد الصمد افندي. احنا لازم نكسر رقبه الراجل اللي اسمه حلاوه ده. هنقدر عليه خميس؟ نقدر عليه وعلى اللي خلفوه. المهم دلوقتي نروح نشوف اخواتك وبعدين نبقى نقوم محامي. يلا بينا. يلا يلا انهار، يلا يلا يا اجدع بنت خالف الدنيا. يلا يا اختي. بابا بابا بابا. ايه ايه؟ مين مين؟ ايه اللي انت عملته ده؟ في ايه؟ كارثه مصيبه. قمموا اللحمه. لحمه ايه بس اللي اتقممت؟ امال ايه؟ المحلات اتحرقت؟ البهايم ماتت؟ لا مفيش اي حاجه من دي حصلت. خلاص يا ستي، ما دام انا وانت بخير الدنيا وما فيها. حتى لو اذينا الناس. ناس مين اللي اذيناهم؟ عبد الصمد افندي. ده حرامي. مش ممكن يا بابا. يعني انا هتبلى عليه؟ ده مرتشي ولازم يتقدم. الحمد لله اللي ربنا كشفهم على حياتهم قبل ما كنا نتورط معاهم. انا شخصيا ما كانش عندي مانع، انما يعني كل الكلام اللي انت بتقوله ده مش داخل دماغي ابدا. يبقى خلاص انا اللي حرامي وانا اللي كذاب. يوه يا بابا. اسمع يا نورة يا بنتي، ارمي الناس دول من ورا ظهرك، ارميهم نهائي.
اسفه اسفه يا بابا. نوره نوره، يعني راي حضرتك يا متر ان عبد الصمد افندي رايح في داهيه؟ رايح في داهيه. داهيه ايه انت كمان؟ صحيح هو موقفه وحش، انما مفيش حاجه مستحيل. احنا مستعدين ندفع من جنيه الالف. ما تتفشخرش قوي كده، على كل حال ربنا يسهل. احنا هناخد 2000 جنيه، 1000 مقدم و1000 بعد البراءه ان شاء الله. طيب لو سمحت هنروح نجيب لحضرتك الفلوس. استاذن احنا بقى. مع السلامه. متشكرين يا متر. مع السلامه. انا مش ممكن اسلم قضيه ابويا الا لمحامي كبير. ما انت عارف يا كمال، العين بصيره واليد قصيره. معلش انا عندي تصريف برضه. بقولك يا عزوز. يا نعم. انا عايزك تروح تحوم حوالين الراجل اللي اسمه حلاوه العنتابل ده، تعرف دكاكينه فين، قد ايه، بيعمل ايه بالظبط، حاجات زي كده. اني حشمشم لك عليه فشل الكلب. هو انت بتفكر في ايه بالظبط؟ اسمع يا خميس، احسن طريقه للدفاع ضد الشر الهجوم على خصمك. ما تقعدش حاطط ايدك على خدك وتستنى تدافع عن نفسك. ايه وادي الكلام الكبير ده؟ امال ايه؟ الزمن خربشنا خميس. بس العمليه دي عايزه فلوس. انت معاك كام يا دنداني؟ الدنداني غلبان الايام دي، لكن مش مهم، هنزل ابيع لك ساعتي. هتبيع ساعتك؟ اه. هي الساعه تغلى عليك ولا على ابوك يا دكتور؟ دكتور. ما خلاص يا عم. خلاص. طب ثانيه واحده بقى، حمامه واجيبك. واني في ساعتين زمن هكون جبت لك قرار. انت ناوي على ايه بالظبط؟ انا هقول لك انا ناوي على ايه بالظبط. انا خايف. تعرف تسكت؟ اعرف يا سيدي. انت متاكد يا عزوز ان هو ده المحل؟ ايوه، ليه اكبر محلات حلاوه العنتابل الست. اسمعوا يا جماعه، انا ما عنديش استعداد العب اللعبه السخيفه دي، انا ابن ناس متربي بصراحه. انت جبان يالا. مش عايزينك. يلا امشي. امشي 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 شمع المحل بالشمع الاخضر، بالشمع الاصفر، بالشمع الاحمر. تحت امرك يا دكتور. ايه اللي حصل بس يا دكتور؟ اللحمه دي لحمه براني، مش بعيد تكون لحمه حمير. اتاكد في نفسك يا دكتور. الله. عندك محضر ذبح خارج السلخانه. ها؟ خلصت مهمتك على الظابط؟ تمام يا دكتور. متشكر قوي. كبير معلم بتاع المعلم حلاوه يا بيه. ما عشان كده لازم ياخد على دماغه. وحيد هذا المعلم. استنى. انت بتهددنا بالغول بتاعك ده. الله العظيم ده حاجه. انت واقف عندك كده ليه؟ هاتلنا عينه من اللحمه عشان نعمل لها اختبار مع الشوربه. يلا. حاضر. الشمع الاحمر جاهز يا دكتور. نفذ الخلع يا حضر الظابط. انت مفرقني ده ليه؟ مش قد يا بيه. اتفضلوا يا حاج. ومش قد ليه؟ افتح شوط. خالص. خالص. اوكي يا الظابط. اوكي يا دكتور. كله تمام؟ كله تمام. يلا بينا. وسع وصل على النبي. وسع وصل على النبي. وسع وصل على النبي. اتفضل يا فندم. وسع وصل على النبي. حاسب العيال. كلمني على السبع المرمى بتاعك. يا عامل الله يا رب. سنه كانت الواد قلب يا بلح. خدوها في العضل. خدنا كام من الدرج؟ 701 702 703 704. كويس. يلا عشان نلحق المحامي. واجب يا دكتور، بس مش متهيألي ان واد العربيه الهاني الاول. الواد ده انا خايف منه قوي، ده واد عايل. تفتكر ممكن يبلغ عننا؟ لازم نوري له العين الحمراء. بقول لك يا ده عزوز. ايوه. انت متاكد من المعلومات اللي انت تتهالي دي؟ عيب يا دكتور. طب عال تبقى الخبطه الجايه جاهزه، وراك والزمن طويل عن تابلي. ازاي اضحك عليك يا؟ رحت شمشمت ورحت مكتب التموين لقيت ما حصلش حاجه. اصلهم دخلوا علينا احنا مظبوط يا معلم. معلش بكره بيس يجيبهم يا معلم. مبغور من وشي. البوليس ايه اللي هندخله في الحاجات دي يا معلم ونفتح على نفسنا فواتيح؟ انت ناوي تبلغ البوليس؟
سيبنا افكر في الحكايه دي. صباح الخير يا فندم. صباح النور. انا عندي بلاغ ضد واحد بيتاجر في ارواح الناس. بيتاجر في ارواح الناس؟ ايوه يا فندم، عشان يكسب وما عندوش مانع يقتلهم كمان. اتفضل اهو. ورقه وقلم اهو، اكتب اللي انت عايزه. طب ممكن يا فندم بعد سيادتك لما تتاكد من جديه البلاغ تخفوا اسمي؟ مفيش مانع. أفندي فين المعلم حلاوة العنتابلي؟ مين اللي عايزنا؟ اتفضل معانا، في أمر بالقبض عليك. بابا ما تتخضيش يا نورة، في غلط في المسألة ضروري. خير يا حضرة الضابط، في إيه؟ هتعرف كل حاجة قدام السيد وكيل النيابة. اطلبي لي المحامي وخليه يحصلني حالا. بعد بحث البلاغ اتضحت جديته. ده مين اللي بينخر ورايا ده يا إخوانا؟ وده التقرير الفني، واخد الرخصة على 4 أدوار وبنيت 14 دور. الحق عليا اللي بفرك أزمة السكن. تفرك أزمة السكن ولا تجيب أجل السكان؟ يا بين الصهره تتصرف في إيه؟ الأساسات بتاعتك ما تتحملش الأدوار دي كلها، والعمارة مبنية بمواد هشة وغير مطابقة للمواصفات الفنية. بيسرقوني يا بيه، اللي بيشتغلوا معايا بيسهوني ويسرقوني. وهم برضو اللي سهوك وبنوا 14 دور. ما تقول حاجة يا حضر المحامي. ممكن سيادتك تفرج عن موكلي بالكفاله؟ اسف. يحجز المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق. بس لو اعرف مين اللي اداني الزومبه دي اشرب من دمه. مسير اعرفه.